ونرجع لقيت لماركة باليا دي ام. هاد الكريم متخصص للناس اللي عندهم اكستريم بشرة جافة، بيجي معالج، لكن جربته عن جد ممتاز. نيجي لهذا المنتج كمان من ماركة باليا من دي ام، هذا مثبت شعر لكن ابدا ما حبيته، لما بتحطوه على الشعر بتحسوه بينشف الشعر، بيخليه كأنه حطب. فجربت شي تاني من لوريال، هو هذا المنتج بيعطيكم ثبات للشعر وريحة خفيفة، وبنفس الوقت بيخلي الشعر باين طبيعي مو خشب، عارفين هذا الإحساس؟ شغلة ثانية كتير مهمة للشعر، إذا كنتوا كتير بتستشوروا شعركم وبتخافوا إنه ينحرق، فجربوا هذا المنتج كمان من لوريال، بتحطوه على شعركم قبل السشوار وبعدين بتحطوه على الحرارة حتى ما يتأذى، حلو وبيعطي لمعة للشعر وبيخليه ناعم بزيادة مع السشوار. وهالقيت خليني شارككم بشغلات أنا مجرباها كتير ممتازة للشعر. أول شي عندكم زيت اللوز الحلو، وكمان عندي زيت الخروع، بتدمجوهم مع بعض وبتفركوا فيهم جلدة الراس، فيكم تكرروا هذا الشي بالأسبوع 3 مرات وتتركوه تقريبا ساعة، وبعد هيك تدوشوا كتير منيح. يعني فوائد زيت اللوز مش طبيعية، وكمان الخروع. هلأ النسب كيف بنعملهم إن شاء الله شي يوم بشارككم بفيديو مفصل عن العناية بالشعر. أما بالنسبة للمنتج الثاني ما بستغنى عنه، وما بعرف لما يخلص من وين رح جيبه، بس إجاني هاد من مصففة شعر تركية هدية، شايفينه على آخره. هذا ماسك بزيت الأرغان الطبيعي، أصلي، وعن جد كتير بفرق بلمعة الشعر ونعومتها، حطلكم صورته بحال لقيتوه، ضروري تجيبوه وتجربوه. الشغلة الثانية اللي بستخدمها لبناتي بتسألوني على طول عليها هو هاد البخاخ، كمان من ماركة الفيردا، موجودة بالدي ام، سعرها كتير رخيص. هذا البخاخ استخدامه جدا سهل للشعر، بيجي بزيت اللوز وزيت الأرغان، وبيجي للشعر الجاف معالج كمان ببساطة. بعد كل حمام بتاخده وبتبخه منه على أطراف الشعر، أو يعني الشعر بشكل كامل لكن من غير ما يكون على الفروة. ريحته خفيفة وما بيخلي الشعر مزيت، وبنفس الوقت فيه إفادة. بالنسبة لهي زيوت صبايا، زيوت أصلية أنا جايباها من شركة امتنان بمصر، ولكن إذا كنتوا عايشين بأوروبا فيكم تجيبوها من مولر، ولكن أسعارها شوي أغلى، فاستغلت الفرصة وأنا موجودة بمصر وجبت كمية. أما بالنسبة للشيء الثاني كمان، هاي الكريمات جبتها من مصر، استخدمت واحدة منها كانت بالثوم اللي هو من ماركة باراشوت، بس كان كريم للشعر بالثوم بس، خلص من عندي وعن جد كان ممتاز جدا جدا. وهلقيت بستخدم للبنات من هاد بالليمون لحتى يحافظ على شعرهم، في ريحة وبنفس الوقت لمعة، وبيحمي الشعر من القشرة. هذا المنتج أنا جايباه من الهايبر. عندكم هذا الماسك، هذا الماسك للبنات اللي عندهم مشكلة بالوجه، عندهم حبوب ولكن هي حامل وما فيها تستخدم أي شيء. هذا الماسك عندي موجود من وقت كنت حامل، وطلع لي فجأة بفترة لوحام كتير حبوب، وكانت بسبب الهرمونات. هذا مثل طينة، طينة خضراء، طينة طبية، شايفين هيك منظرها. أسهل من استخدامها ما في، بتعالج الحبوب وبتنشفها، فيكم تحطوا من هذا الماسك يوميا، واستخدامه ببساطة بتحطي معلقة صغيرة منه مع كم نقطة ماء وبتخلطيهم، بتحطيهم على بشرتك على مكان الحبة أو على كل الوجه. جبته من الصيدلية وعن جد استفدت عليه ولهلقيت محتفظة فيه. وهلقيت أحكي لكم على مشكلة موجودة عند كتير من البنات، وهي بخصوص لما يشيلوا الشعر، شعر الجسم أو الوجه، بعد فترة بصير عندهم مثل حكة أو التهاب بالجلد. صبايا في كتير منكم أخذ باله من هاي العلبة الموجودة عندي على التسريحة، عليها صورتي أنا وزوجي بس مكتوب عليها ماركة باليا، والواضح إنه كريم. بدي أحكي لكم إنه هاد الشيء أحمد مرة عمل لي إياه بالدي أم، فيكم تعملوه على كريمات، على مخدات، يعني بيكون في عندهم هاي الخاصية تبع الصور على المنتجات اللي عندهم. صراحة حبيتها ومحتفظة فيها، وأبدا مخاطر على بالي أفتحها أو أستخدمها. هلا نيجي للمرطبات اللي انا استخدمتها للجسم، وعن جد اسعارها ممتازة وبتعطي نتيجة حلوة. عندكم هاد المرطب بيجي بالشيا بوتر مع اللوز، شايفينه هاي العلبة كتير كبيرة، سعرها مناسب وكمان ترطيبها جدا عالي. ما شاء الله انا عم اكل المرطبات، بس عن جد بيفرق كتير بصحة الجسم.
الشغلة التانية اللي ما بستغنى عنها أكيد الفازلين، بحال كان عندي جفاف كامل سواء بالوجه أو بالجسم، لأنه ترطيبه عالي وبيضلوا فترة طويلة، وكمان بستخدمه كتير بالماسكات أو حتى إذا بدي أعمل مقشر للشفايف. كي على هاد الكريم المرطب، هاد كريم بايو بيجي بخلاصة زيت الزيتون، من الكريمات الحلوة للناس اللي ما فيهم يستخدموا أي كريم، وكمان لو كنتي حامل فيك تستخدميه، كمان موجود بالدي أم، ترطيبه عالي بس يمكن حسيت انه لما بتحطوه على الجسم بيخلي حرارة الجسم شوي عالية، ما بعرف. بالنسبة لهذا الزيت كمان موجود بالدي ام، هو بيبي اويل. البيبي اويل هذا بستخدمه لكذا شغلة، اول شيء بستخدمه رطب للاطفال للجسم، وبنفس الوقت فيني اعمل فيه مساج للظهر والبطن اذا كان طفل عنده انتفاخات، وبنفس الوقت يستفيد منه. الشغلة الثانية، الاطفال المولودين جديد دائما بيكون عندهم مثل جلد جاف او هاي الطبقة وشوي شوي بتنشال، فنصحتني الدكتورة انه اجيب هذا الزيت وابلش قبل كل حمام احطه للطفل واعمله مثل مساج لحتى شوي شوي تخلص من هذا الجلد. غير هيك الناس اللي عند اطفالهم هاي الطبقة الصفراء اللي بتيجي على تحت الشعر، يعني فيكم تحطوا منها قبل كل حمام وتفركوها على الخفيف لجلد الطفل الصغير، وشوي شوي بتتخلصوا منها. نيجي لشيء كتير مهم وبتسألوني عليه، هو بالنسبة للكريم اللي بيحافظ على رطوبة البطن إذا كنت حامل. هذا الكريم من ماركة فيشي، عطول بخبركم عليه لسيدات الحوامل حتى يضمنوا ما يصير عندهم هاي الخطوط البيضة اللي بتيجي بالجسم أو بالبطن، حتى ما يصير عندهم تشققات، بس لازم تحافظوا على استخدامه من الشهر الرابع لغاية ما بعد الولادة، يعني ما تولدي وتوفي استخدامه، لا بدك تضلك تستخدميه لغاية ما يرجع البطن لمكانه الطبيعي، وتحافظي على ترطيب عالي. لازم تستخدميه يوميا مرتين صبح ومساء. هاد الكريم بس موجود بالصيدليات او ممكن تطلبوه من امازون، بس للاسف الفترة هاي مو موجود على امازون. سألتوني اذا بودي الخطوط البيضاء، لا ما بودي الخطوط البيضاء، اذا كانت الخطوط حمراء بيوديها، وكمان اذا ما كان في خطوط فهو بيحمي لك بطنك انه ما يطلع فيها ابدا هاي التشققات. ونيجي لهذا المنتج من ماركة لاروش بوزي، ماركة فرنسية، ما بعرف اذا الاسم لفظته صح او غلط، ولكن بيجي غسول لاصحاب البشرة الحساسة، بدل ما تحطوا شامبو على الجسم فيكم تستخدموه، وبنفس الوقت هو بيعمل تقشير للجسم، بتتركوه على بشرتكم تقريبا شي دقيقتين ثلاثة وبعد هيك بتغسلوه، بيحافظ على بشرتكم ما فيها هاي النقط الحمراء، او اذا كان من الناس اللي عندهم لما بينشال الشعر من الجسم بصير عندهم احمرار او حتى، فهذا منتج طبي وبيساعد. بديل عن هذا المنتج اللي حكيت لكم عنه من لاروش بوزي، فيكم تستخدموا هذا من ماركة باليا. هذا كريم معالج للبشرة الحساسة، للناس اللي عندهم مشكلة مع إزالة الشعر، فهذا على طول لازم تستخدميه بعد إزالة الشعر على طول على كامل الجسم حتى تضمني ما يصير تحسس. ونيجي هلقيت لمنتج سألتوني عليه كتير، شاركتكم فيه كذا مرة على الانستغرام، للناس اللي بتحب كتير تحط مناكير ولكن مع الصلاة كل شوية تشيل وتحط بيحسوا هذا الموضوع أزمة، فبدي أحكي لكم هذا المنتج من إسنس اسمه كويك أند إيزي، اللي هو أسيتون فري، من أحلى المنتجات اللي ممكن تجربوها. تحطوا مناكير وقت اللي بدكم، كل اللي بتعملوه تفتحوا العلبة بسهولة، أضافرك عليها مناكير، بتحط الأصبع بهاي العلبة بتطلعين ضيف 100%، ما بتحتاجي أبدا يكون في عندك بطن، هو بسفنجة بتحتفظي فيه بضل فترة كتير منيحة، وحتى لما بيخلص أنا شاري الأسيتون اللي لحاله كمان من ماركة كمان من دي أم بس ماركة إيبلين، بيجي كتير رخيص وممتاز، بضيف منه على العلبة وعلى نفس الإسفنجة بستخدمه لفترة طويلة. بس شغلة تانية كتير مهمة سألتوني عليها الصبايا، وهي بخصوص الفيتامينات. أنا عندي مشكلة مثلا بتساقط الشعر، أنا أظافري كتير ضعيفة، أنا بشرتي بحسها كتير مرهقة، فبدي أحكي لكم المفروض من أول ما تحملي خصوصا السيدة الحامل أو المرضعة لازم تاخدي فيتامينات شاملة من دكتورك، هو اللي بيكتب لك إياه، فمشان هيك أنا ما بدي أورجيكم منتج معين لأنه مو مسموح لهالشي، بس اللي بدي أحكي لكم إياه أنه لازم تستخدموها من أول يوم بالحمل لغاية ما بعد الرضاعة، يعني كل الفترة هاي لازم تداومي عليها حتى ما يصير عندك اي عرض من هاي الاعراض، لانه مع الرضاعة والحمل كتير بيصير نقص بالفيتامينات، ولكن من حالك سواء كنت حامل او لا تروح تجيبي فيتامينات وضلك تشربي فيها مثل هاي الفيتامينات اللي بتكون موجودة بالسوبر ماركتات او بالصيدليات، مش مسموح تاخدي كميات كبيرة، انا كنت استخدمه فترة وبعدين خلص وقفت لما عملت فحص الفيتامينات، فمشان هيك لا تزودي فيتامينات لانه رح تاخدي نتيجة عكسية. شغلة على السريع، شايفين هاي بتيجي بالصيدليات وكمان بالدي ام، هي الخيوط اللي بننظف فيها الاسنان بشكل يومي، نظفوا فيها اسنانكم كتير بتفرق بنظافة اسنانكم وكمان بقوتهم.
وهالجيت خلينا نحكي عن المنتجات اللي انا بستخدمها للعنايه اليوميه من ماركت باليا او المنتجات الموجوده عموما بالدقه. من اهم المنتجات اللي انا بستخدمها الغسول من بعد فيشي، على طول بستخدم نتروجينا لانه نتروجينا هو الحل عن جد الافضل من بعد فيشي. ولكن اللي حسيته بهدول المقشرين هاد عجبني اكتر لانه ما بينشف البشره من بعد ما عمله، وخصوصا كمان هو مثل انتي بيكل يعني بيحارب الحبوب، والشغله الثانيه في مقشر للوجه يعني اذا في جلد بنت والكلام هاد. اما هاد بيجي عباره عن ماسك وبنفس الوقت غسول وكمان هو يومي، بس اللي حسيته انه شوي قوي على البشرة، والبشرة من بعده قد ايه هو بيعطي برودة وبيعالج ولكن شوي بينشف، يعني محتاجين من بعد هذا الغسول لازم كريم مرطب. المنتج اللي عطول بيحكي عليه هو مكافح علامات الشيخوخة، هو هاد من دكتور شيلر بزيت الارغان وزهرة الامرانت، كتير ممتاز وخصوصا لمنطقة تحت العين وكمان الخطوط اللي بتطلع حوالين التم او الرقبة او كمان الجبين. فهذا كريم المفضل، شوفوا ايش صار فيه، خلصته، طلبت واحد من امازون ان شاء الله يوصل هدول اليومين. اما بالنسبة لمنتجات كمان باليا الوجل اللي هو انتي بيكل اللي بيكون من غير مقشر، كمان فيكو تنظفوا فيه الوجه كتير منيح من بعد الميك اب، كتير عجبني هو، واللي بيجي كمان لونه زهر، سعره كتير رخيص وعن جد ممتاز. اما بالنسبة للغسول او مزيل الميك اب في عندي من ماركت بيب على اخره، ما ضل منه شيء، بس بدي احكي لكم شغلة عليه كتير مهمة، بانه فيكم تنظفوا فيه الوجه كتير منيح ولكن اذا اجى على العيون كتير بيحرق، عارفين ابدا مو مناسب لميك اب العيون. اما بالنسبة لهاد الغسول من جارني، في منه اللي بيجي سادة الازرق اللي انا بستخدمه لبشرتي بالعادة لحتى اشيل الميك اب، بس نسيته بالحمام. المهم يعني هو معروف نفس الماركة بس بيكون سائل، هذا جبته لانه بيمسحوا فيه الميك اب تبع العيون، وكنت محتاجة لما رحت على مصر اني اجيب واحد بينفع لكل شيء، بس صراحة ابدا ابدا ما حبيته وما بنصح فيه، يعني حسيت انه اللي بيجي شفاف احسن بكتير وبشيل الميك اب كمان احسن، هذا فيه حليب وبيكون شوي صعب. نيجي لهاد فيتامين سي من ماركت باليا او فيتامين سي من ذا بادي شوب، هذا تبع ذا بادي شوب بيعطيكوا نتيجة وبيعمل على تفتيح البشرة بشكل تدريجي، بس البشع فيه بانه انا جبته بخاخ على اساس انه رح يكون اسهل، بنفس الوقت فيكم تستخدموه مثل برايمر قبل الميك اب، بس لما بتبخوه على البشرة اذا اجى حوالين العين اكلنا هوا، لانه عن جد كتير بيخلي العيون كمان حمراء ورح يحرقكم، حتى بتحسوه اول ما تبخوه كانه عارفين عصارة اورانج جاي على بشرتكم فبيصير يحك، ما بعرف. نفس الشيء من ماركت باليا فيتامين سي سيروم، هاد لما استخدمته ولهلقيت كل ما بحطه يعني ما عمل لي شيء مزعج، ولكن كل ما بحطه بحس بحرقة خفيفة وبعد هيك بتروح، ما بعرف اذا ناس جربوه عندهم رأي تاني فيه، بس استخدامه كتير حلو، بتحطوا منه شوي على الوجه وفيكم تستخدموه لتحت العيون، بس مشكلته معي انه اول ما بحطه على البشرة بحس بلسعة، بس عموما هو حلو. اما بالنسبة لمنتجات باليا تبعت الكريمات، الكريم النهاري والكريم المسائي من غير ما احط لكم صورته، صراحة ابدا ما عجبني وكتير طلع لي حبوب ببشرتي. نيجي لهذا الشيء من ماركت اسنس مكتوب عليه جلو تو جو، الناس اللي بيستخدموه مثل مثبت للميك اب، بس هو مشكلته ما بينفعش ينحط اصلا كمثبت للميك اب لانه في كميه لمعه مو طبيعيه، فانا حتى استغله لما تلبسوا شيء بالبيت مفتوح فيكم تحطوه على مثلا عظمه الرقبه، فيكم تحطوه على الجسم يعني بشكل عام، بيعطي منظر كتير حلو وملفت، يعني هاي لمعه تعتبر للجسم، اما للوجه ابدا ما بنصح فيها. اما بالنسبة لهذا الشيء من ماركة الفيرا اللي هي المفروض مثل لزقات بتيجي للانف وبتشيل الرؤوس السوداء، ابدا ما نفعت معي وسيئة جدا جدا، ما بعرف اذا بتنصحوني بشي مجربينه، ولكن انا معتمدة 100% على ماسك جيلاتين شاركتكم فيه وشفتوا كيف نتيجته من اول مرة قديش بيطلع بلاوي من البشرة، فاللي ما شافه في يرجع للفيديو تبع الروتين او هذا الصورة ويشوف هذا الفيديو، لانه عن جد رح يستفيد من الماسك اكتر بكتير من هاد اللزقات، كتير بحكي عليه وما رح وقف حكي لانه كتير بحبه، ويمكن من اكتر الكريمات اللي عطول باخدها بكل سفرة وبكل مكان، كريم مرطب ومعالج بنفس الوقت، ماركة طبية 100%، صراحة منتجات فيتشي ما عليها ابدا اي كلام،
حكيت عنه كتير. ما بعرف إذا في عندكم تصبغات خفيفة بالبشرة، عندكم أثار حبوب خفيفة شوي شوي بخفف منها. أما بالنسبة لهاد العلاج لحب الشباب، آخر فترة كان بيطلع لي حبوب لأنه ما كنت بهتم ببشرتي وبنظفها كتير منيح، فجبت هاد مثل مرهم بهذا الشكل من الصيدلية، رح أحط لكم كمان صورته واضحة لحتى يكون عندكم على طول ببيتكم. أول ما بتطلع حبة صغيرة ببشرتكم على طول حطوا عليها بس على منطقة الحبة وتركوها يومين بالكتير، الحبة بتكون نشفت واختفت تماما من الوجه. ممتاز جدا، ولكن في له استخدامات معينة، في عنده شوية أعراض جانبية حكيت عنها بالتفصيل بفيديو موجود على القناة. طيب نيجي لهاي الماسكات، ماسك الذهب، ماسك بالأناناس، هاي الماسكات الثانية سواء من ديئة من بيبا تشروح حتى من أكشن، صراحة كلها ممتازة، ولكن الفائدة الكبيرة منهم إنه بس بيعطوا ترطيب، لكن معالجة أو هذا عارفين الأثر السحري لا ما بيعطي، هو مجرد ترطيب للبشرة مو أكتر. آخر شي عندي هون هو أنابيب الكولاجين، حكيت عنها بشكل مفصل وعن تجربتي معها بفيديو موجود على القناة. هذا هو آخر شي صبايا، لأنه عن جد كتير تعبت والموضوع أخذ مني مجهود عالي وحكي كتير. بدي أحكي لكم بأنه بالنسبة للميكب أنا عاملة فيديو فيه بالتفصيل الميكب تبعي بهذا الفيديو، بنصحكم فيه بشغلات، في منها السعر شوي عالي فيكم تاخدوا البديل تبعها، بالفيديو شرحت بالتفصيل شو الأحسن شو الأفضل الدرجات بالضبط، كل شي مفصل عن الميكب رح تلاقوه بهذا الفيديو حتى نختصر على بعض إعادة ما لا لازمة. وبهيك صبايا بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو المتعب المرهق اللي حكيت فيه كتير، عن جد نشف ريقي والحمد لله انه صورته قبل رمضان لانه مش طبيعي قديش حكيت. انا اسفة اذا طولت عليكم اذا ازعجتكم، ولكن بتمنى اكون فدتكم على قدر الامكان. اذا حدا عنده سؤال يكتب لي اياه تحت بالكومنتات ورح جاوب عليه، وبتمنى يكون الفيديو عجبكم. بس هالقصة لازم احكي لكم. باي باي، واستنوني بفيديو جديد. مو عارفة احكي.